جه وقت الجد، جه وقت الجد. في حاجة الرسالة دي يا مولاي؟ العثمانيين جايين على مصر. ايه النهاردة؟ ايه الخميس؟ اجمع لي ومراء الجيش الليلة ضروري في مجلس عاجل. النهاردة هديلك أول درس يا حلوي، أنت والسلطان بتاعك. إحنا ما عندناش اختيار، الحل الوحيد قدامنا هو الخروج للقاء العثمانيين في أبعد نقطة ممكنة عن مصر. هنخرج تاني من مصر؟ أنا مش موافق. انتظار العثمانيين هنا يا حضرات الأمراء خطر. مصر هي آخر نقطة في بلاد السلطنة، ولو خلينا الحرب تدور على أرضها يبقى بنعرض السلطنة كلها للانهيار لو ما كسبناش الحرب. وايه اللي يخلينا نخسر الحرب؟ الهزيمة اللي فاتت كانت بسبب الخيانة، ومن غير الخيانة لا يمكن العثمانيين يقفوا قصاد المماليك. ده غير ان مشوار العثمانيين من حلب لمصر هيكون اجهدهم. اسمح لي يا مولاي. اتفضل. يا حضرات، الف مرة قلتلكوا كفاية فرقة، كفاية اللي حصل في برج دابق. جايز مصر ما تكونش بلدنا لأننا ما تولدناش فيها، لكن خيرها علينا كلنا. خسارة مصر في الحرب مش هتكون عليها بس، هتكون علينا احنا كمان. أنا خسرت ابني في مكتبه. يظهر إن موت ابنك أثر فيك قوي يا قنيباي. عايز تطلع تحارب تاني في الشام؟ اطلع لوحدك. يا ناس انتم حلفتم على السمع والطاعه قدام الشيخ ابو السعود، واحنا ما زلنا على حلفنا، بس بشرط انك تسمع لنصايحنا. احنا قاده الجيش ولازم نشاركك الراي. يعني ده كلامكم الاخير؟ والله اذا كنت تعرف تحارب لوحدك اتفضل. الف سلامه. يا ريت كنت اقدر اطلع احارب باي حد غيركم، لكن للاسف لا الوقت يسمح باللجوء للمصريين عشان اعمل منهم جيش، ولا العدو هيستنى. نستأذن احنا. يلا استنوا. اذا كنا هنحارب في مصر يبقى لازم نحاوط القاهرة بخندق كبير يمنع دخول بني عثمان اليها. والمطلوب كل المماليك تخرج بكرة الصبح تحفر الخندق ده في منطقة المطرية. المماليك مش فواعلية، المماليك رجال حرب وسيف. مولاي واضح انهم متفقين سوا، لازم نفكر في حل تاني. انا فعلا فكرت في الحل التاني. محدش هيحفر الخندق ده غير المصريين، هم اصحاب البلد وهم اللي هيخافوا عليها. النهارده الخميس، ها بكره بعد صلاه الجمعه انا هكلم الناس بصراحه في الازهر. يا اهل مصر، المماليك لن يكونوا هم صخرة الدفاع الأولى عن مصر، بل أنتم يا أهل مصر الذين ستقومون بالعبء الأكبر. نحن فداء مصر. اطلب أرواحنا يا مولاي، نقدمها رخيصة في سبيل الوطن. نحن فداء مصر. نحن فداء مصر. نحن فداء مصر. من بكرة هنطلع كلنا وأنا معاكم، هنروح المطرية، هنحفر خندق كبير يمنع دخول بني عثمان الى القاهرة، فكونوا جميعا معي. من النهاردة يا مولاي هنبيتوا كلنا في المطرية. الى المطرية يا اهل مصر. الى المطرية. إلى أين يا مولانا؟ إلى حيث يريدني الله. وأين يريدك الله في هذه الأيام العصيبة؟ بين الناس. ولكنك لم تخرج منذ 40 عاما. كل شيء يا وان. سأتبعك. لا، بل ابقى أنت لأحبابي وافتح لهم الأبواب حين يجيئون، وقل لهم
إن الشيخ آت إن شاء الله. مشينا خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشى. اللي بيحصل ده يا حارث المحتسب ضدنا على طول الخط. الغريب ان الشيخ ابو السعود اللي ما سابش بيته سنين طويله خرج وبيقود الناس، والسلطان طومنباي بيتصرف بدون الرجوع اليه. انا عارف ان الفتره اللي جايه صعبه، لكن رغم كل شيء لازم اصمد. اكبر غلط اني استسلم. ناوي تعمل ايه؟ انا بفكر انزل المطريه تاني احفر مع الناس. طب لو الولاد بتوع الازهر اللي انا اطلعت على ملفاتهم دول قبلوك؟ المجاورين مش مشكله، المشكله هو الشيخ ابو السعود نفسه. الراجل ده ممكن يقضي على مستقبلي. والخلاصه يا مولاي، لازم افكر في طريقه لكسر العزله اللي انا فيها. لازم الناس تحس ان انا معاها في وقت الشده، والا ما حدش هيصدقني بعد كده. طيب انا عندي راي. قول. ايه رايك لو نطلع اشاعه بانك بتلف البلاد تستنفر الهمم وتحشد الرجال لحمايه مصر؟ يظهر ان ظني فيك ما خيبش. رايي صحيح عجبك يا مولاي، بس هنغير في حاجه. مش هتبقى اشاعه، هتبقى حقيقه، وانا بنفسي هنزل الف في الوجه القبلي. امر بتجهيز الموكب؟ لا، الموكب دلوقتي ممكن يستفز الناس. كل واحد فينا حيطلع لوحده، ونتقابل في الجيزة. شايف يا سعيد؟ شايف ناس قد ايه سايبين بيوتهم وجايين هنا يحفروا الخندق طول النهار ويناموا في الطل بالليل؟ هم دول أهل مصر، معدنهم بيبان في الشدة. تسلم الشدة اللي تبان الرجال. لكن قول لي يا سعيد، أنت لسه معرفتش أخبار عن زكريا؟ ناس بتقول مات وناس بتقول اتأثر. لو كان مات حزعل قوي. انساه يا عمرو، انساه، زياني ما نسيت الزيني.
أنساه؟ ده كلام تقوله يا شيخ سعيد. هو اللي عملوا فيه عمره يتنسي؟ يا أولاد، أنتوا يا أولاد، حد ياخد بيدي؟ أنا ما بشوفش بالليل، عايز أروح للشيخ أبو السعود. أنا عارف الصوت دي. أنتوا نايمين ولا دارين؟ ده عم الشيخ رحال. أبو سماح. أيوه أبو سماح. أيوه عم رحال. صوت مين ده؟ أنا سعيد، سعيد الجهاني. سعيد. أيوه سعيد، اللي جابك هنا؟ أنا جيت هنا علشان أحفر معاكم. وعايز الشيخ أبو السعود ليه؟ أنا قلبي حاسس يا ولدي إني حموت في الحرب دي، وعايز الشيخ أبو السعود أتوب على إيديه من المعاصي اللي عملتها طول حياتي. المعاصي؟ أنا عارف إنك زعلان مني يا سعيد يا ولدي، لكن معلش لازم تقدر إني أب. أيوه بس أنت كنت معهم ضدي. وعرفت غلطتي وتبت. وسماح عاملة إيه دلوقتي؟ سماح، سماح سبتني وراحت لأمها. أمها؟ دي حكاية طويلة قوي يا ولدي، وصلني للشيخ واحكيها لك واحنا ماشيين. تعال. أخيرا رجعت لك يا قاهرة، من 30 سنة ما غبتش عنك المدة دي كلها، وديني رجعت. ايه اللي تعبك يا زكريا؟ نواهي. مش خايف؟ خاف من ايه؟ امال جاي ليه بالليل تتسحب زي الحرامية؟ هتعرف. طول عمرك هتفضل كذاب يا زكريا. ايه اللي هيخوفني؟ بالعكس انا مطمئن تماما. تقصد فرحان؟ فرحان لانك بتحلم باللي جاي. قصدي ايه؟ ما تصدقش كلام سليم شاه. انه كلام؟ هو مش وعدك انه هيخليك تحكم مصر باسمه؟ ما تصدقوش، ده كذاب. انت بتقولي ايه؟ اللي حصل. لا ما حصلش. ما تكذبش. وفرض انه وعدني، ما صدقوش ليه؟ لانه وعد كل اللي ساعدوه بنفس الوعد، خير بيه، جان بوردي الغزالي وغيرهم كتير. لكن انا زكريا ابن راضي اقوى راجل في مصر. ده كان زمان، كل وقت وله اذان. مش مهم، انا راجل لكل العهود، لكل الاوقات، مفيش عهد يقدر يستغنى عني. عيبك يا زكريا انك مغرور، لكن معلش، بكره تتعلم، بكره تتعلم، بكره تتعلم. والآن انصرفوا يا أبنائي، فقد حان وقت العبادة. بارك الله فيك يا سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. انتظر يا سعيد. نعم يا شيخي. لا تنسى أن تذهب غدا مع عمك ريحان في زيارة قصيرة. من منا معصوم من الخطأ، الله غفور رحيم يا ولدي. ما تأمر به لا يرد يا شيخي. أخيرا جيت يا زكريا. قدرت بصعوبة يا مولاي أهرب من أسر بني عثمان. وجاي لي ليه دلوقت؟ من أداب أرباب الوظائف إنهم لما يرجعوا بعد غياب يسلموا على أولي الأمر. وبعد السلام منتظر إني أرجعك لعملك تاني؟ تقصد إيه يا مولاي؟ للأسف يا زكريا أنا أعفيتك من منصبك. بصراحة يا زكريا أنا ما بحبش طريقتك في معاملة الناس، عشان كده أعفيتك من منصبك. بعد خدمة العمر الطويل دي؟ الخدمة دي كانت آخرها كارثة. أنا المسؤول عنها؟ بالتأكيد. تظلمنيش يا مولاي. كل الناس في الشوارع كانت عارفة ان خير بيه خاين. هل بلغت السلطان بكده؟ مولاي انا لما انت ايه؟ انت
سبت ميدانك الاصلي وفضيت لاهل مصر، بصيت عليهم في بيوتهم وعديت عليهم انفاسهم، علمتهم الخوف والفزع والجبن، ودي اكبر مصيبه تصاب بيها اي بلد. عموما يا مولاي انا هقعد في بيتي، لو شفت عظمتك في اي وقت ان البلد محتاجاني انا في الخدمه. استنى، في حاجه يا مولاي؟ يا حاجب مولاي، يسلم زكريا بن راضي للشهاب الحلوي. محدش يقعد هنا غير بأمري. وقف عدل! ده ردك جميل يا شهاب يا حلوي. محدش له جمايل عليا إلا أنا. نسيت إن أنا اللي عملتك؟ شغلتك معايا، بعتك تدرس نظم البصاصين في الدول التانية، عينتك كبير بصاصين القاهرة، خليتك دراع اليمين. لكن مش انت اللي عينتني هنا، اللي عيني هنا طومان باي. انت فاكر ان عندك ولاء؟ خلاص ما عادش عندي ولاء لأي بني آدم. امال ولاءك لمين؟ لمصر. على اي حال انا مقدر ان وضعك حرج، وعموما انا تحت امرك. مكانها هيكون فين؟ الليله هتبات في الحريم لحد ما افكر في مكان مناسب. مراتي وابني. ابنك تحت امرك، لكن مراتك لازم ناخد رايها الاول. وافق. سبحان الله، بقى بعد كل ده تطلع ام سماحه عايشه وكانت متجوزه الامير قصوم؟ ماني قلت لك يا ولدي كان محرج عليها تيجي نواحينا ومنعنا من زيارتها؟ ده شيء ولا في الحواديت. اتفضل يا افندم. انت سعيد؟ ايوه. بسم الله ما شاء الله، كبرت يا سعيد. تعرفيني يا ست؟ واعرف امك كمان، ست اميره وكامله، ما تتخيرش عنك. اتفضلي يا ست. سعيد. ازيك يا سماح؟ بخير. وانت؟ ما دام انت بخير انا كمان بخير. سعيد طلب يدك مني يا سماح، وينك بنت؟ احنا لو لفينا الدنيا مش هنلاقي عريس زي سعيد. لو كانت الظروف غير الظروف كنا كتبنا الكتاب النهارده، لكن مش معقول نتجوز والبلد لسه طالعه مجروحه من الحرب ولسه قدامها حرب تانية. ان شاء الله بعد ما نرد العثمانيه نكتب الكتاب ويبقى فرحنا فرحين، فرحنا بيك انت وسماح وفرحنا بالنصر. وانا هتكفل بكل المصروفات. لا يا ست، سعيد يقدر يصرف على فرحه. شايف العرسان؟ ها؟ ايوه شايف. شيخ سعيد، يا شيخ سعيد استنى، بتمد كده ليه؟ كنت فين يا عمرو؟ كنت بشتري ده. ايه ده؟ بتستعد للحرب من دلوقتي؟ لا، قبل الحرب انا ليا معركه تانيه. معركه تانيه مع مين؟ مع اللي كان السبب في كل اللي جرالي، مع الانسان اللي لعب بيا ودمرني، مع زكريا. هو فين زكريا؟ رجع امبارح، زملائي القدام شافوه وهو داخل القصر. رجع؟ هي البلد ناقصه عمرو. مهمتنا مش جات لزكريا،
مهمتنا دلوقت الاستعداد للمعركة ومواجهة العدو اللي جاي. خليكم انتوا سعيد لمواجهة العدو اللي جاي، لكن أنا ليا مهمة تانية، مهمة ما تقلش عن الوقوف ضد بني عثمان. اعقل يا عمرو اعقل. اللي بقوله لك ده عين العقل يا سعيد. عمرو. نعم يا مولانا. اسمع كلام أخيك. أي كلام؟ لن يسيل دم زكريا على يديك. دم زكريا؟ مكتوب على جبينك كما تنوي، ولكن لن يكون لك ما تشاء. أعرف أنك عنيد ولن ترجع عما تنوي، لكني أذكرك لن يسيل دم زكريا على يديك. ياسين، ازيك ياسين؟ شهاب يا حلوي، ايه رأيك لو اتنقل انا وياسين لبستان السعادة اللي كانت عايشة فيه وسيلة؟ لا، انت هتفضل هنا. هنا؟ انا فكرت ولقيت انك لازم تفضل تحت عناية. اللي تشوفه. يا مولانا الشيخ ابو السعود، اجرني اجرني يا مولاي. من انت؟ الدمراوي، اسم الدمراوي. من الصعيد؟ من منفلوط. من ظلمك؟ الزيني بركات. في كل طريق للظلم اجد هذا الرجل. ماذا فعل بك الزيني؟ انت عارف يا مولاي انه كان بيلف بلاد الصعيد. كان بيقول ان قصده من الرحله ديت انه يفهم الناس اللي جرى مع العثمانيه، لكنه في الحقيقه يا مولاي كان جاي ينهبهم. اوضح. بعد ما خلص الزيني كلام مع الناس، بعت لي انا وثلاثه من اعيان البلد، جينا له قاعد يكشف لنا اسرارنا الخصوصيه، وقال انه عارف فلوسنا فين، وفي الاخر طلب من كل واحد منا 5,000 دينار إعانة للجيش، ولما اشتكينا قال إن دي أوامرك. يتاجر هذا الملعون باسمي؟ والله العظيم يا مولاي ما أملك 5,000 دينار دول. ومن يشهد على صدق ما قلت؟ زمايلي دول. تشهدان على ذلك؟ أيوة أشهد. طبعا نشهد. أكمل. هربت منه وجيت عن طريق البر، وقعدت راكبه وهو جاي بالمركب في النيل، ولما وصل جيتك على طول. أين هو الآن؟ ببيته. سعيد. نعم يا مولانا. اذهب إلى بيت الزيني بركات وقل له الشيخ أبو السعود يطلبك. الزيني؟ خائف منه؟ لا لا لا، أبدا أبدا. لا تأتي دونه إذن. أهلا 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 يا سعيد يا ابني، لك وحشة يا راجل. صحيح. ايه مالك يا سعيد؟ الكلام ما عادش منا فايده، خلاص مش وقته. انا جاي اقول لك الشيخ ابو سعود عايزك. الشيخ ابو سعود كلامه على راسي من فوق، لكن انت اللي شكلك متغير. زعلان مني ولا حاجه؟ حد يزعل من بوه برضك؟ اوعى تكون فاهم ان ليا دخل بخصوص القبض عليك في موضوع البصاصين اللي كانوا في بيتك. ده شغل زكريا وانا عاتبته على اللي عمله. أنا بقى مش ناوي عاتبك. تبقى زعلان. الشيخ أبو السعود عايزك. ها، نروح له سوا أنا وأنت حالا. بركات بين يديك يا مولانا الشيخ. كيف تتكلم باسمي يا ولد؟ أنا؟ وكيف تظلم الناس باسمي؟ أنا؟ أتنكر؟ صدقني يا مولانا ما حصلش. هكذا نادي لي التجار من الداخل. يا عم دمراوي تعال انت واللي معاك. اتعرف هذا الرجل يا دمراوي؟ الزيني بركات. ما عرفوش كيف؟ قص عليه ما قلته لي. طلب مني ومن كل واحد من التجار 5,000 دينار، وقال ان دي اوامرك. أتشهدون بذلك يا رجال؟ نشهد. مولانا الموضوع فيه لبس. أي لبس يا ظالم؟ إلى متى ستظل تظلم الناس وتذلهم؟ مولانا تجسست عليهم
وتعقبت عوراتهم ولفقت لهم التهم وألقيت بهم في السجون، ضحكت على الجميع وخدعت كل من وثقوا بك. مولانا أنا اصمت. سعيد، احبسه في الداخل وضعه علي حراسة. عمرك يا شيخي. لا يمكن، أنا الزيني بركات، أنا ناظر الزخيرة. خذوه. هيا هيا قدامي. أنا المحتسب قدامي. أنا الزيني بركات. الله أكبر الله أكبر. اطلع يا ولدي إلى القلعة وقل للسلطان إني حبست الزيني بركات وأمرت بإشهاره في القاهرة على حمار وتجريسه بين الناس. تجريسه؟ ليعرف الظلمة جزاءهم. وهل يجرؤ طمان باي أو غيره على رد حكم للشيخ أبو السعود؟ بتبصلي كده ليه يا سعيد يا ابني؟ مش مصدق الراجل اللي كنا فاكرينه جاي يحقق حلمنا ومشينا وراه كلاتنا يطلع في الآخر نصاب. مين يصدق؟ انت كمان مصدق ان انا نصاب؟ كلمة نصاب شوية عليك. اذا كنت مصدق يا سعيد يا ابني ان انا نصاب اقتلني رقبتي قدامك، على الأقل تريحني من ان اي حد غيرك ينفذ فيها حكم الشيخ ابو سعود. قتلتش ليه؟ اقتلني. ما اقدرش ما اقدرش. انا اتكلم احلم جايز اعارض ممكن، انما اقتل ما اقدرش ما اقدرش. طول عمرك هتفضل سعيد ابني، عمري وجهة نظري فيك ما هتتغير ابدا. ملعون. مولاي، اللي بيحصل لزيني بركات ده لازم يقف فورا، الذخيره تحت ايده والحرب على الابواب. ما اقدرش. ومصلحه البلد شور عليا. تطلب من الشيخ ابو السعود انه يسيبه؟ ما اقدرش. اسمع يا حلو، مين الراجل التاني المسؤول عن الذخيره بعد الزيني؟ الجمالي اللي خلاه دراعه اليمين بعد انا ما سبته. طب وفين الجمالي ده؟ من ساعة ما اتقبض على زيني بركات وهو فص ملح وداب. يعني ايه؟ مفيش حد في ديوان الذخيرة يقدر يحل محل زيني؟ بركات يا مولاي عامل حساب كل حاجة، خاف السجلات، مش مخلي أي بني آدم يعرف حاجة عن أسراره. عيوني عيوني فشلوا إنهم يوصلوا لأي معلومات عن الذخيرة اللي عنده. طب والعمل؟ للأسف يا مولاي لازم ننقذ بركات. هتسيبها يا مولانا؟ للأسف. أيوة، لكن لا يمكن الحرب دون ذخائر. بعد ما يبقى في إيدينا نسيبه. قدام يا زيني. يلا بينا يا شاب يا حلوي. بالإذن يا مولانا. احنا دلوقتي داخل حدود مصر يا مولاي سليم شاه. مصر اللي كان بيفخر بيها فرعون على العالم كله ويقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي. يا سلام لو فتحت مصر ابقى فتحت العالم كله. هتفتحها يا مولاي. شايف يا مولاي الطريق دوت؟ الطريق ده اللي مشي منه صلاح الدين وعمرو بن العاص. مفيش حد مشي عليه ودخل مصر الا ودخل التاريخ. الغريبة اني ما شفتش اي جيوش على الطريق ده. عشان كده بقول لك هتفتحها يا مولاي. لو كان المماليك عايزين يدافعوا عنها كانوا استنوك هنا في العريش.
هنشوف. ايه؟ دخل حدود مصر؟ وخلال 15 يوم بالكتير هيكونوا هنا. من دلوقتي الجيش يجهز والكل يطلع على المطرية وتنصبوا لي خيمة القيادة هناك. مولاي، للمرة التانية بقول إن الدفاع عن القاهرة في المطرية مش هو الرأي صواب. عارف يا حلوي عارف، لكني مش قادر على المماليك. احنا كده بنحط رقابنا بين أنياب الأسد. ربنا يستر، ربنا يستر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سلطان البلاد، مستعد للحرب؟ بإذن الله يا مولانا. هل أعددت لهم ما استطعت من قوة؟ بذلت أقصى جهد. رجالك، ماذا عن رجالك؟ ليس فيهم خائن؟ الخيانة هزمت الغوري. الله أعلم بما في النفوس. صدقت. ادعي لنا يا مولانا، ادعي لمصر. وقى الله مصر شر الخيانة، وقى الله مصر شر الخيانة. مولاي مولاي، الحقني يا مولاي. ايه في ايه؟ زكريا هرب يا مولاي. ايه؟ زكريا هرب؟ هرب ازاي؟ وامتى؟ وانت كنت فين؟ معرفش يا مولاي، الباب مقفول وكنت واقف جنب ما بنقلش خطوة، الشباك متسمر. طلع ازاي؟ انا معرفش يا مولاي، كان الارض انشقت وبلعته هو وابنه والجار يا مولاي. هرب؟ دي مصيبة. اكتشفنا باب سري في غرفة نوم. معنى كده انه كان بيدخل ويخرج كل يوم من غير ما حد يقدر ويعرف كل اسرارنا. للاسف يا مولاي. الخيانة، الخيانة اللي حذرني منها الشيخ ابو سعود. يا ترى الخيانة الجاية هتيجي منين وازاي وامتى؟ العثمانيين وصلوا فين دلوقتي؟ لحد الصلحية. الصلحية؟ كل يوم بحس إني كان لازم أفضل بعيد عن الحكم. يعمل إيه طومان باي في دولة بتنهار؟ جيت في وقتك يا زكريا. زكريا دايما بيجي في وقته. معاك أخبار؟ معايا اللي أهم من الأخبار. إيه هو؟ وصفة تخليك تدخل مصر من غير المصريين ما يدروا. إيه هي الوصفة؟ أقول لك يا مولاي. دلوقتي المصريين هنا في المطرية ورا الخندق مستنين وصولك. أيوة. أنت هتبعد عن هنا خالص، هتلف وتدخل لهم من ناحية الفشطاط. أيوة، ونفاجئهم من الخلف. كده يبقوا محصورين بينك وبين الخندق. اسماعيل موت في سبيل الوطن شهاده. فين انت يا مولاي؟ الهزيمه حلت خلاص. مستحيل مستحيل. لو مسكوك او قتلوك الحرب تبقى خلصت، لكن لو هربت يفضل الامل موجود. رايح فين دلوقتي يا سعيد؟ لازم اروح اطمن على سماح في بيت امها في قصر الامير جسوم. بيقولوا ان بلا عثمان دخلوا من هناك. بلاش يا سعيد، مش وقته، احنا لازم نستخبى. اكيد العثمانيه هيطردوا المجاورين عشان كانوا اول ناس هجموه. لا يا عمرو، لازم اطمن على سماح، لازم. طب خدني معاك. الورد يا بدري. ايوه سماح، بيت الحيلة، البيت اللي طلعت بيها من الدنيا. سماح سماح، ذنبها في رقبتي، ذنبك انتوا الاتنين في رقبتي. قطفوا الورد يا بدري. Ha 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 ha!
عهده ليا باني احكم مصر باسمه. ايش قلت لك؟ ما تصدقوش يا زكريا. انت ورايا ورايا. سليم كذاب. بس انا خدمته. غيرك كتير خدمه. لكن انا ضحيت ببلدي علشانه. خير بيك هو كمان خان مصر عشانه. يعني كل اللي عملته ده من غير تمن. السواد في البياض داخل واليأس من قلب الأمل طالع. انت من أنياب الأسد. عالج نفسك بحكمة قبل ما يطبق عليك طحنك. طب فهميني. سيرك هتفهم. شاب زكريا، شاب زكريا، رد. تعال يا مرسي. السلطان سليم طلبك. السلطان سليم يؤمر. عايز طمان باي يا زكريا. أوعدك إني هسلمه لك. يوم ما تسلمه هتبقى والي مصر. يبقى لازم تسمح لي إن أنا أروح قصري وأعمل شغل من هناك. مفيش مانع، بس ما تتأخرش عليا. الزمني حراسة جديدة. خد معاك 100 فارس وجندي. مولاي، في صديق قديم في القاهرة أحب أزوره، تسمح لي أنزل؟ الزني بركات مش كده؟ فعلا مولاي. ده بالذات ممنوع تتصل بيه. ليه مولاي؟ حصل منه حاجة؟ من غير سؤال. سمعتوا القصر؟ تمام يا فندم. فين الكرسي ده؟ الكرسي ده دايم أكتر من كرسي الوالي. يكفيني الكرسي ده. لابس بدوي كده ليه يا مولاي؟ تناسي إني أصلي بدوي؟ طب ورايح فين؟ ما تسألش كتير. لو حد سألك قول له ما اعرفش هو راح فين. ممنوع اي حد يدخل عليا مهما كان. ممنوع يا فنزين. اي مخلوق عينيك تلمحه في الممر ده تخلص عليه. تمام يا فنزين. دخلت هنا ازاي؟ زي انت ما خرجت يا زكريا. كنت حاسس انك هتيجي. وديني جيت. مش هتخرج من هنا سليم. ومش حرس اللي هيخلصوا عليك. انا اللي هخلص عليك. ما نشوف مين اللي هيخلص على التاني يا زكريا.
تعمل ايه يا زكريا؟ يا واهي، فاكر لما قلت لك في عز الامل حدوق المرار؟ كنت فاهم اني هبقى حاكم مصر، وبدل ما اوصل للعرش وصلت للموت. السواد في البياض داخل والحزن من الفرح طالع. دلوقتي بس فهمت كلامك، كنت دايما اقرا لجواك وبس. امرك كله غريب، في حد يقدر يقرا اللي جوه كبير البصاصين؟ شواهي. تطلع مين شواهي؟ مرايتك اللي بتشوف بيها نفسك. يعني انت، انا رايحه فين؟ خليكي معايا. خلاص يا زكريا، خلاص خلاص. ادي واحد خلصنا منه. مش زكريا ابن راضي بس اللي خلصنا منه مولاي، ده الحلوي كمان. وايه بقيه الاخبار؟ طمان باي ظهر النهارده في الغوريه، ووصل الازهر وخطف المصلين يشجعوا مع الجهاد. وايه كمان؟ المصريين محرمين على اي عسكري تركي يمشي لوحده في المدينه. ومين زعيمهم؟ طالب ازاري اسمه سعيد الجهيني. من دلوقتي مفيش جندي ينزل المدينه لوحده. اتفضل انت يا مرسي. مولاي، مولاي زيني، يا ترى هو جاي من نفسه ولا السلطان بعتله؟ على كل حال كل شيء بالنسبه للزيني بركات جايز. ما كانش لازم طمان باي يبعد عننا. ما حبش يسبب لنا المتاعب. لما لقى المراقبه شديده هنا قال اروح الغربيه بعيد عن العيون. انتوا واثقين يا رجاله في حسن ابن مرعي اللي مستخبي عنده؟ ده راجل شهم، حلف لطمان باي 7 مرات قدامنا على المصحف. بس انا برضه قلبي مش مطمن. معقوله ده يطلع خاين؟ بقول لك ده راجل شهم شهم. خبر ايه؟ داخل ساكت ليه؟ اتكلم انت بسرعة. حسن ابن مرحب سلم طمان باي للعثمانيين. خيانة؟ ليه الخيانة دايما قدامنا في كل حتة؟ ليه الخيانة دايما ورانا ورانا؟ ليه؟ نحن سليم شاه ابن عثمان نامر بتعيين الزني بركات ابن موسى مدبرا للمملكة وناظرا للذخيرة الشريفة وناظرا للبيمارستان المنصوري، كما نأمر بأن يكون الزني بركات ابن موسى ناظرا للحزبة الشريفة بمصر. امسحوا دموعكم واسمعوني، مهما كان الليل طويل، مهما كان الامر صعب، بكره جاي، بكره جاي.
لا تيأسوا، لا تقنطوا من رحمة الله، فإنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم الكافرون. اقروا لي الفتحة يا أهل مصر. شوف شغلك. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.